النادي الاهلي ببطولة افريقيا لاول مرة. طويلة للخطيب تاني طائرة ابو زيد وبيحط طائرة الجول وبيحط طائرة الجول ايمن فرصة داخل فرصة محمد فاروق طارت طارت و بيبو بيركز ابو تريكا ويرميها برضه على المرمى الله الله في الثواني بقول هنعملها وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكا ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره او الفقره الاولى في حلقه اليوم الطويله الممتده مع حضراتكم حتى الساعه الواحده من صباح غدا ان شاء الله. دكتور طارق ازي حضرتك؟ اهلا بيك شرفنا ونورنا وببقى سعيد لما حضرتك بتبقى معانا دايما. الله يخليك وانا سعيد بيك وسعيد بكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك. يعني دكتور طارق خليني ابدا مع حضرتك بالحديث عن ارقام النادي الاهلي خلال البطولات او في دوري ابطال افريقيا الحالي. الحقيقه النادي الاهلي طبعا انجازاته في افريقيا مكتوبه باحرف من نور، وانت عارف ازاي النادي الاهلي قدر من اول بطوله حققها سنه 82 انه يسطر انجازات على المستوى الافريقي. توج في نهايه القرن بلقب نادي القرن، ثم بعد ذلك تسيد الان القاره في تصنيف الانديه الافريقيه بفارق كبير جدا. لدرجه حاجه غريبه بقى هقول لك عليها، مثلا لاول مره لو الاهلي اللي هو المصنف الاول الان افريقيا بطل يشترك في بطولات افريقيا خالص 8 سنين متتاليه، واقرب الملاحقين اللي هو النجم الساحلي كل سنه في السنين دي فاز بدور الابطال وفاز بالسوبر وجمع النقاط كلها، برضه هيفضل الاهلي في المركز الاول برضه. يعني 8 سنين الاهلي لو ما بيشتركش خالص ما بياخدش ولا نقطه. انت عارف التصنيف ده بناء على نقاط مش على بطولات. انا مره قلتها هنا دكتور والله، قلت ايه بس طبعا ما كنتش بتكلم على البطولات الافريقيه، كنت بتكلم بشكل عام. احنا لو قفلنا النادي 10 سنين وبعدين رجعت فكرت كده قلت 15 سنه، وبعدين رجعت فكرت تاني قلت لا ده ممكن 20 25 سنه. لا انا بقول لك دوري بقى 8 سنين وبشرط ان كل سنه فيهم، اصل الاهلي المصنف الاول دلوقتي وراه النجم الساحلي في المركز الثاني والترجي ثم مازيمبي ثم الزمالك، ده كده التصنيف. مازيمبي الرابع والزمالك الخامس. فده بناء على النقاط، عدد النقاط اللي بتحتسب من خلال المشاركه. تمام. وبرضه حصل لبس كتير قوي في بين جماهير الناديين، وانت عارف جماهير الناديين دايما في بيحصل كده يعني نوع من انواع المناطحه او مناقشه لطيفه. يعني بعضها لطيف طالما بعدت عن الايه عن الالفاظ وكده. بعض يقول لك الالقاب، احنا بنحسب بالالقاب، يعني عايزين يحسبوا بالالقاب. فطبعا من الصعب ان انت في اي حته في العالم تحسب بالالقاب. ليه؟ لان قيمه او وزن بطوله زي دوري الابطال اكبر من وزن بطوله زي الكونفدراليه، او اكبر من بطوله زي من وزن بطوله زي كاس الكؤوس زمان، واكبر من بطوله زي السوبر اللي هي من مباراه واحده. من المستحيل ان انا اساوي بطوله زي السوبر الافريقي بتتلعب من مباراه واحده، وغالبا بيلعبها بطل ابطال الدوري على ملعبه، يعني كمان بيلعب في بيته مباراه واحده من 90 دقيقه قد تمتد ل 120 دقيقه اقصى حاجه. احسبها زي بطوله زي دوري الابطال بتلعب فيها 16 مباراه منهم 8 مباريات
خارج ملعبك وتابع مباريات على ملعبك، او بطوله زي الكونفدراليه مجمعه بطوله برضو طويله زي الكونفدراليه فيها 18 مباراه منهم 9 سفريات. يعني المصري السنه اللي فاتت لو وصل نهائي كان زمانه لعب 9 مرات بره ملعبه، عدد ضخم جدا. تخيل 9 سفريات وتسع يعني ترتيب البطولات، البطوله دوري ابطال افريقيا في المركز الاول من حيث النقاط. لا في كل البطولات، اصل هي ايه حتى العالميه تقصد يعني؟ لا لا البطولات افريقيا الافريقيه كتصنيف افريقي كانت بطولات زمان دوري الابطال والكؤوس كانت بتتحسب باربع نقاط لما كانت النوك اوت. لما تحولت دوري الابطال الى نظام المجموعات اصبحت الفائز بيها بياخد 5 نقاط. مظبوط. طبعا كل في تسلسل في النقاط، اللي فايز كان بياخد 4 والنهائي ياخد 3 واللي وصل دور قبل النهائي ياخد 2 واللي وصل دور الثمانية ياخد نقطة. اما بقت دوري الابطال بقى زودوها نقطة لان دوري الابطال فيها مجموعات وفيها عدد مباريات اكتر. المفروض ان انت اللي هي الاصعب. بالظبط. ان انت بتلعب ابطال الدوري في كل القارة. بعد كده كمان بعد 5 نقاط في ناس لسه لحد الان مش عارفة ان بداية من 2017 وهي البطولة اللي تم زيادة عدد الادوار فيها، اما بقت المجموعات من دور الستاشر بدل من دور الثمانية، زادت عدد نقاط الفائز باللقب الى 6 نقاط. يعني الوداد الفائز باللقب 2017 والترجي الفائز باللقب 2018 خدوا من خلال المشاركة دي بس 6 نقاط. يعني بطولة هي بطولة نفسها زمان كانت باربعة، لما بقى الدوري مجموعات من دور الثمانية بقت بخمسة، بقت لما بقى الدوري مجموعات من دور الستاشر بقت بست نقاط. ليه؟ لأن كل مادة ما أنت بتزود صعوبة البطولة. مزبوط. بتزود عدد أدوارها. أما كانت دور الثمانية من المجموعات بيبقى فاضل لك 2 نوك أوت بس، سيمي فاينل وبعدين فاينل. صح. دلوقتي بقت لما بقى المجموعات من دور الستاشر بقت بتلعب مجموعات 6 مباريات وبقى عندك نوك أوت دور ثمانية، نوك أوت دور قبل النهائي، نوك أوت نهائي. يعني وبالتالي ازدادت صعوبتها. ازدادت صعوبتها فبقت بتزود عدد النقاط. لكن بشكل عام النادي الاهلي يحمل 27 رقم قياسي على مستوى افريقيا، ويكاد ان انا اقول لك ان النادي الاهلي يملك كل الارقام القياسيه اللي مسجله في تاريخ بطوله افريقيا عدا رقمين فقط هم اللي مش بحوزه النادي الاهلي. يعني كل الارقام القياسيه غير الرقمين دول لا دكتور انت بس لا بتهول انت عشان انت يعني قاعد في لا 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 انا لا لا بتهول بالارقام لا والنبي يا دكتور بتهول. طيب يعني انا عايز اقول لك ايه الرقمين؟ ايه الرقمين؟ الهداف التاريخي لبطولات افريقيا على مستوى الانديه هو تريزور مابي مبوتو، لفتره كبيره كان الخطيب هو المتصدر بال 37 هدف بتوعه. تريزور مابي مبوتو اللي لعب لاربع انديه افريقيه وسجل لها جميعا اهداف وصل ل 44 هدف. يعني كسر رقم الخطيب بسبع اهداف. الرقم الثاني هو اقل عدد من الهزائم يتلقاها فريق على ملعبه، وده مسجل للزمالك. الزمالك خسر على ملعبه 5 مباريات، بينما الاهلي خسر على ملعبه 9 مباريات. عدا شيل الرقمين دول كل الارقام القياسيه للنادي الاهلي، اكبر عدد مرات من الفوز بدوري الابطال 8 مرات، يسبق تاني الاكثر فوزا اللي هو الزمالك ومازين بكل فريق 5 القاب، الاكثر فوزا بكاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات، يسبق المقاولين العرب تاني اكثر فرقه بكاس الكؤوس اللي اتلغت خلاص 3 مرات. النادي الاهلي اكثر فوزا بالسوبر وراء الزمالك هو 3 مرات. اكثر فريق عنده مجمل القاب افريقيه 19 لقب افريقي قبل على طول نادي الزمالك اللي عنده 9 ألقاب. النادي الأهلي هو الأكثر لعبا لعدد من المباريات في المسابقات الأفريقية بشكل عام، وصل النادي الأهلي في عدد مبارياته إلى 348 مباراة، مفيش فرقة تانية 348 مباراة لعبت هذا العدد. الأكثر لعبا في دوري الأبطال بشكل خاص لعب 268 مباراة. الأكثر تهديفا في كل البطولات الأفريقية بشكل عام اللي هو 519 هدف. الاكثر تهديفا في دوري الابطال بشكل خاص 406 هدف، والهدف رقم 400 للنادي الاهلي لو تذكر كان هدفه في مرمى شبيبة الثوره التعادل 1-1 كريم ندوي كان اول مره فريق يوصل ل 400 هدف. هاي. وصعب جدا لان اللي بعديه على طول فارق عنه ب 102 هدف. ياه يعني 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 صعب جدا يجوا حد يعني نقفل برضه 10 سنين ولا حاجه نقفل 10 سنين طبعا النادي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده لعيبه تجاوزت حاجز المئة مباراة إفريقية على مستوى الأندية، ماليش دعوة بالمنتخبات، على مستوى الأندية يتصدرهم طبعا حسام عاشور 154 مباراة. وعلى فكرة رقم حسام عاشور ده
مني ليك كده ما تستناش بقى ما تقفلش 10 سنين، اقفل لك 200 سنه. 200 سنه صعب جدا ان لعيب يلعب على المستوى الافريقي هذا العدد. ليه بقى؟ لان الخمس لعيبه اولا اللي وصلوا لنادي ال100، بنسمي دايما اللعيب اللي وصل ل100 مباراه افريقيه نادي ال100، اللعيب اللي جاب 100 هدف نادي ال100 سميه نادي، هو فيش نادي اسمه نادي ال100 لكن يعني شكلا كده بنقول اللعيبه اللي تجميعا يعني. مين بقى؟ حسام عاشور لعب للنادي الاهلي او لعب طول حياته للنادي الاهلي 154 مباراه. وراه وائل جمعه لعب للنادي الاهلي كل مباراته الافريقيه 114 مباراه. وراه عصام الحضري لعب للنادي الاهلي 91 مباراه ولعب 20 مباراه بره النادي الاهلي للانديه الاخرى فوصل ل 212 مباراه. فبرضه لعب للاهلي 212 ولا 112؟ 112 عفوا 112 مباراه. عندك كمان احمد فتحي لعب 91 مباراه للاهلي ولعب معاهم 17 مباراه خارج الاسماعيلي طبعا. هو ما لعبش غير الاهلي والاسماعيلي على المستوى الافريقي، كان ابتدى الاول مع الاسماعيلي ولما انتقل للنادي الاهلي لعب 91 مباراه. بس دول كلهم كل اللعيبه دي اللي هم بنقول الحضري وحسام عاشور وشادي محمد وائل جمعه واحمد فتحي، خمس لعيبه كلهم ارتدوا قميص النادي الاهلي. مفيش ولا لعيب تاني حتى تريزور مبوتو اللاعب التاريخي اللي سجل اكبر عدد من الاهداف عشان لعب في خمس انديه ما عداش حاجز ال100 مباراه. فالخمس لعيبه ارتدوا قميص النادي الاهلي. من ضمن الاهداف الارقام القياسيه ان مفيش مدير فني اكتر مدير فني حقق القاب افريقيه في التاريخ، هو مين؟ طبعا معروف، مانويل جوزيه. حقق اربعة دوري ابطال واربعة سوبر، ثمان القاب. لا يوجد مدير فني، لانه بمنتهى البساطه بعيد عن الاهلي ثمان القاب دي ما وصلهاش اي حد الا الزمالك والنجم الساحلي. مفيش حد وصل لهذا العدد من الالقاب وصل لها النادي الاهلي ال 19 لقب، وراه على طول الزمالك تسع القاب ثم النجم الساحلي ثمان القاب. معلش نعم، كم لقب؟ 19 لقب في الاهلي اللي هم 8 دوري ابطال، 4 كاس كؤوس بشكل عام يعني، وستة سوبر وواحدة كونفدرالية. اللي بعده مين؟ اللي بعده الزمالك تسعة. تسعة 19 تسعة يعني 19 تسعة لسه بدري على 19 تسعة. الحاجة بقى الأرقام الطريفة جدا، وهو طبعا الخطيب هو ملك هذا الرقم، إن الرقم ده على فكرة ما حدش كان يعرفه ولا حسبه، إن الخطيب في الفترة من ما بدا النادي الاهلي يلعب في بطولات افريقيا سنه 76 وعلى وجه التحديد امام مولوديه الجزائر، كان مباراه الذهاب بين الاهلي ومولوديه ده خسر النادي الاهلي 0-3. لعبوا مع بعض مباراه العوده في القاهره، فاز الاهلي بهدف محمود الخطيب اللي جابه من ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره. دي كانت اول مباراه افريقيه سجل فيها الخطيب حتى سنه من ده، الكلام ده 76 حتى سنه 84 اما الاهلي بالصدفه لعب المولوديه برضه وفاز عليه 3-1 والخطيب كان بيلعب لم يسجل، خرج وبمجرد ما خرج جت ضربه جزاء سددها وقتها طاهر ابو زيد وجابها. على مدى 8 سنين لم يشارك الخطيب في اي مباراه على المستوى الافريقي الا وسجل. على مدى 8 سنين 8 سنين اللاعب الوحيد. على فكره في مباريات كتيره الخطيب يعني الاهلي لعبها ما سجلش لكن الخطيب ما كانش بيلعب، انما على مدى الفتره من 76 ل 84 لم يلعب الخطيب اي مباراه الا وسجل فيها. في ارقام كتيره جدا 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 موجوده، منها مثلا الاهلي اكثر فوزا خارج ملعبه، اكثر فرقه سجلت خارج ملعبها. صحيح النادي الاهلي السنه دي ودي بالمناسبه بقى لم يحقق الفوز، لكن كانت في فتره تاريخيه وذهبيه النادي الاهلي فاز فيها على خارج ملعبه كتير جدا، اللي هي 2005 2006 2007 2008 وانت كنت موجود واحد من ابطال هذه المرحله. النادي الاهلي كان في سنين زي 2005 خرج من البطوله ب 14 مباراه بدون خساره اي مباراه. وكمان عمل ثلاث انتصارات خارج ملعبه، اكبر عدد من الانتصارات عملها النادي الاهلي او عملها اي فريق في تاريخ افريقيا بره ملعبه في بطوله واحده هما ثلاث انتصارات. على فكره النادي الاهلي السنه دي كان ممكن يحطم الرقم ده في بطوله السنه اللي فاتت، لانه كان فاز في الدور التمهيدي على مونانا، وفاز في دوري المجموعات على تاون شيب رولرز، وفاز في دوري المجموعات التاني على الترجي. لو كان فاز في اي مباراه بقى وكان قريب من الفوز على الحريه خارج ملعبه، وكان ممكن يفوز على شباب القبائل بره ملعبه، لو اي مباراه كان فاز فيها
اربع انتصارات خارج ملعبك في بطوله واحده ده انجاز لم يتحقق في التاريخ. عمله النادي الاهلي مرتين، منهم المره بتاعه 2005 اللي خرج فيها بدون اي هزايم. النادي الاهلي كمان في دوري ابطال افريقيا في 2005 دي كانت عظيمه جدا، كانت عظيمه في على فكره شيء. لو انت حسبتها بكل المعايير هي اعظم بطوله على مستوى دوري الابطال يفوز بها اي نادي. اولا فريق ما خسرش خالص، فاز خارج ملعبه ثلاث مرات، وفاز على القوى الكبرى كلها، تقريبا كل القوى الكبرى، نهايه طبعا بالمباراه النهائيه النجم الساحلي. السيمي فاينل كان ديربي طبعا من اشهر ديربيات القاره، اهلي وزمالك، اللي فاز بيه النادي الاهلي 2-1 و2-0 في المباراتين ذهابا وعوده. يعني كانت بطوله من نوع خاص، حتى المجموعه بتاعه النادي الاهلي كانت مجموعه ناريه أنا في البطوله ديت. فعايز اقول لك ان بكل المعايير كمان بقى في دوري الابطال النادي الاهلي ليه انجازات كبيره جدا. من ضمن الارقام المسجله ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي قدر انه يوصل لنهائي بطوله افريقيه في 6 سنوات متتاليه. مفيش اي نادي تاني على فكره قدر. نادي مثلا زي تي بي مازيمبي ياما كان اسمه انجلبير انه يوصل للنهائي 5 مرات في دوري الابطال، بس طبعا ده بقى ايه في بطولات 67 68 69 70 بطولات قديمه. انما النادي الاهلي 82 لعب نهائي وفاز بيه على كوتوكو، 83 لعب نهائي وخسره قدام كوتوكو، 84 لعب نهائي ابطال الكؤوس وفاز بيه على كانون ياويندي في النهائي، 85 لعب نهائي كاس الكؤوس امام ليفانتس يونايتد النيجيري وفاز بيها، 86 لعب مع سوجارا الجابوني في نهائي كاس الكؤوس وفاز بيها، 87 لعب تاني دوري ابطال النهائي امام المريخ السوداني وفاز بيها. يعني لعب نهائي في 6 بطولات الهلال، قصدي عفوا الهلال السوداني، انا قلت ايه؟ المريخ. لا الهلال، معلش واحد مفيش في بيتها. فست سنوات متتاليه بيلعب نهائي فاز منهم ب5 ألقاب. دي اكتر حتى على مستوى دوري الابطال. اكتر فرقه وصلت نهائي متتالي بشكل متتالي هو النادي الاهلي، اما وصل النهائي بتاع 2005 اللي فاز بيه، 2006 اللي فاز بيه على الصفاقسي طبعا، 2007 اللي خسره قدام النجم الساحلي، و2008 اللي فاز بيه على كوتون سبورت. 4 نهائي متتاليه فاز منهم ب3 ألقاب، وده اكبر عدد من مرات الفوز بالنهائي. النادي الاهلي كمان فاز بلقبين متتاليين مرتين 2005 2006، وفاز بلقبين متتاليين 2012 2013، طبعا اثناء توقف الكوره، ودي كانت من الانجازات الكبيره جدا للنادي الاهلي. البطوله المستحيله زي ما ان مفيش كوره وقدر النادي الاهلي يفوز باللقبين متتاليين. مفيش نادي تاني عمل 2 متتاليين مرتين، انما نجح نادي في عملهم مره واحده. انيامبا النيجيري مثلا عملهم مره واحده في 2003 و2004، فاز باللقب مرتين لكن ما عملهاش تاني. يعني ايه النادي الاهلي الوحيد اللي عملها مرتين؟ الثلاثه ده كان الاسماعيلي، انيامبا والاسماعيلي. انيامبا والاسماعيلي بالظبط اللي فاز فيه هناك 2-0، وهنا المباراه الكوميديه دي بتاعت الاسماعيلي ما تلعبش فيها 10 دقائق. ايوه بالظبط. يعني بالظبط. على فكره انا كنت عشان احلل المباراه ديت جبت الشوط الثاني كنت مسجله بالكامل، انا كنت معلق المباراه دي. ايوه. فجبت الشوط الثاني بالكامل وعملته بنظام كره السله اللي هو النظام احتساب الوقت في اجمالي المباراه، اللي هو غالبا في كل المباريات دلوقتي لو جبت 90 دقيقه هتلاقي اللي بيتلعب فعليا منهم الكره في الملعب ما بين 55 و 58 دقيقه. نعم. الشوط الثاني من المباراه ديت كان 8 دقائق. لا يعني 8 دقائق. الشوط الاولاني برضو خلي بالك كان في قصه، اصل انا كنت بلعب الماتش ده. ما هو مباراه كنت بلعب النهائي ده اللي هي المباراه اللي فاز بيها الاسماعيلي 1-0 وكان خسران 0-2 2-0 هناك. وهناك النادي الاسماعيلي ما كان عنده حوالي 6-7 لعيبه ما بيلعبوش هنا في المجموعه. فاكر انت في المجموعه انيامبا ده عمل ايه مع الاسماعيلي؟ كسبوا 6-1. 6-1 في المجموعه. ايوه مظبوط. تخيل. يعني عندك بقى كمان من ضمن الـ 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 الحاجات اللي هي الارقام اللي هي يعني الكبيره اللي عملها النادي الاهلي، ان هو نجح في انه يلعب 21 مباراه افريقيه دون ان يتعرض للخساره. والرقم ده كان مقرب له جدا الترجي، وصل ل 20 مباراه ووقف. الاهلي ما تعرضش للخساره من اول ما خسر مباراه المريخ السوداني. المريخ ده بقى مش هلال، خلي بالك ده المريخ. المريخ المره دي المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا، اما لعبوا في الدور الاول والنادي الاهلي خسر من المريخ في القاهره على فكره، وبعدين
تعادل معاه بره ملعبه من اول ما خسر في القاهره ديت، وحتى في 2006 من 2004 ل 2006 لما خسر في مباراه دوري المجموعه امام الفريق التونسي وقتها 0-1، من المباراتين بين المباراتين بين الخساره دي والخساره دي لعب النادي الاهلي 21 مباراه افريقيه لم يتعرض للخساره في اي مباراه. الاكثر بقى واللي صعب جدا ان هو يتكرر تاني ان النادي الاهلي لعب 8 مباريات افريقيه دون ان تهتز شباكه، من هدف حازم امام في مرمى النادي الاهلي سيمي فاينل 2005 اهلي وزمالك كانوا بيلعبوا سيمي فاينل 2-1 و2-0 ماتش 2-1 كان شادي اللي ماسك شادي محمد اللي كان ماسك حازم امام الماتش ده، فاكر الماتش ده وجوزيه طلع ايه مش عايز اقول لك عمل فيه ايه بعد الماتش على فكره فلافيو ضيع ضربه جزاء وهي 2-0 كان من جول حازم امام ده لغايه هدف بتاع النادي الصفاقسي في المجموعه 8 مباريات النادي الاهلي ما جاش فيه ولا هدف. ما فيش اي فرقه تانية تمكنت من انها تحتفظ بشباكها نظيفه 8 مباريات منهم 4 مباريات خارج الديار الا النادي الاهلي، ودي طبعا انا قلت كده تقريبا 21 رقم من 27 رقم فيعني في ارقام تانية كتير قوي للنادي الاهلي. هنكمل بقيه الارقام يا دكتور، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي ملك افريقيا. ليست مجرد شعارات يرددها الملايين من الجمهور ولا مجاملات يتناقلها عاشقوه ومحبوه في الداخل والخارج، لكنها الحقيقة الراسخة في أعماق التاريخ ووجدان الحاضر، حقيقة يعرفها القاصي والداني في القارة السمراء بل في العالم أجمع، حقيقة تقول إن الأهلي هو ملك إفريقيا، فالعملاق الأحمر يحتفظ بسجل تاريخي لا يملكه سواه من أندية القارة السمراء، للدرجة التي أصبح معها الأهلي هو ملك إفريقيا وسيدها بلا منازع. حصد الأهلي 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، هو رقم كبير لم يحققه سواه، لذا ليس غريبا أن ينصب الجميع الأهلي على عرش القارة الإفريقية، وأن يصبح الفريق الأهلاوي هو المرشح الأول والأبرز لكل بطولة إفريقية يشارك فيها مهما كانت معاناته من الإجهاد أو الإصابات أو غيرها من المطبات التي قد تبعد أي فريق عن منصة التتويج الإفريقية، لكن الوضع يختلف دائما مع الأهلي الذي يمتلك الروح والحماس والمقومات التي تضعه دائما في مصاف الكبار إفريقيا وربما عالميا. يواصل الأهلي هذا الموسم منافساته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ورغم الظروف الصعبة التي عانى منها على خلفية الإصابات الشرسة والغيابات وغيرها، إلا أن المارد الأحمر يبقى هو المرشح الأوفر حظا للتتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم للمرة 9 في تاريخه. لغة الأرقام تؤكد أن الأهلي حصد 20 بطولة قارية، هي 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، 4 بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية، وبطولة وحيدة للكونفدرالية، و6 بطولات للسوبر الإفريقي، وبطولة سوبر أفرو أسيوي، ليتربع العملاق الأهلاوي على عرش القارة السمراء وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. يبقى الأهلي زعيما لأندية القارة السمراء بفضل إنجازاته وبطولاته عبر التاريخ. أجيال كثيرة صنعت أسطورة الأهلي الإفريقية، لعبت الجماهير العاشقة للكيان دورا لا يمكن إنكاره في هذه الإنجازات، للدرجة التي يرى معها الكثيرون أن الجمهور هو اللاعب رقم واحد الذي ساهم بفضل دعمه اللامحدود للفريق في صعود الأهلي لمنصات التتويج الإفريقية. الإنجازات الأهلاوية يا سادة باتت حديث الصباح والمساء في القارة السمراء، فالبطل المصري الكبير يتحدى دائما الظروف الصعبة، يؤكد أنه قادر على تحقيق أهدافه مهما حدث، وأنه لا يعرف لغة اليأس ولا الاستسلام بفضل روح الفانلة الحمراء التي دائما ما تكتب كلمة النهاية السعيدة في بطولات كثيرة محليا وإفريقيا.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما نكمل كلامنا مع دكتور طارق، عايز اقول لحضراتكم ان بكره واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره او خلال ال 10 15 من اول 2004 الحقيقه لغايه دلوقتي، نجم كبير كابتن حسام عاشور هيكمل كام سنه؟ انا سنه حسام عاشور شفته هو بكره 33 لكن انا بقول لك انا شفته هو مش عارف 17 سنه ولا 18 سنه ولاعب في 2004 وعنده 17 سنه في موسم 2004 2005 موسم 2003 2004 ابتدى مبارياته، لعب اول مباراه ليه. فكل سنه وانت طيب عاشور، عقبال 33 سنه اخرى من الانجازات والبطولات، وتظل دائما رمز كبير واسم كبير للاعبي النادي الاهلي، ومثل الحقيقه يحتذى به سواء في الاخلاق او في الملعب او ككابتن للنادي الاهلي، في الالتزام في كل شيء. الحقيقه حسام عاشور يعني ده خالص صغير، يعني عارف اللي هو لعب وهو عنده 17 سنه وانت مثلا عندك 28 29، فعاصرته وانت هو فهو يعني هو بالنسبه لنا لسه كان لعيب صغير جدا في العمر، ولكنه كان كبير باخلاقه وبلعبه في المباريات. الحقيقه كل سنه وانت طيب، وعقبال 133 سنه حسام عاشور، وتفضل دايما بخير لاولادك ولعيلتك ولكل ناسك ولجمهور النادي الاهلي. دكتور طارق، على فكره وحسام برضو عشان برضو ازود لك من البيت شعر، يعني من الشعر بيت بقى، ان حسام عاشور قبل ما يعتزل قدامه كذا رقم، انا قلت لك 154 مباراه افريقيه صعب قوي حد يوصل للرقم دوت، لكن في حاجه تانية كمان، هو في امكانه انه يبقى الاكثر لاعب في تاريخ كره القدم حصدا للالقاب، اللي هو بس محتاج لقبين كمان هياخدهم ان شاء الله. يعني لو خد اللقبين دول ان شاء الله السنه دي هيبقى هو الاكثر حصدا للالقاب في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره القدم. على طبعا داني ألبش مهم بس يقف شويه عن ان هو ياخد، داني هيقف خلاص ما طلعوا، بس هم في فرنسا هياخدوا في الدوري في فرنسا ممكن ياخدوا، لكن بره هياخد لقب، هيبقى فارق. يعني حسام عاشور قدامه السنه دي، على فكره كان حسام عاشور ممكن يكون صاحب الرقم ده دلوقتي، لو خد الاهلي دوري الابطال كان هيبقى عنده سوبر، وكان هيبقى عنده سوبر افريقي كمان يعني. والسنه دي اصلا الاهلي بيلعب على 9 القاب مختلفه، 9 القاب، اكتر سنه في التاريخ نادي بيلعب افريقيا اللي فاتت وافريقيا دلوقتي، افريقيا اللي فاتت وافريقيا دلوقتي، والسوبر الافريقي لو كان الاهلي فاز كان هيلعبوا 3 افريقيه وثلاثة محلية، دوري وكاس وسوبر، يبقى دي ستة، يبقى ستة وثلاثة تسعة، واحدة عربية وواحدة صور مصر سعودي اللي هي بقت في مهب الريح دلوقتي مش هتتلعب، وادي اثنين عرب وواحدة بطولة كأس العالم للأندية، يبقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة تسعة بطولات، تسعة بطولات. تخيل ده، غير بقى إن لعيب النادي الأهلي اللي هم أعضاء في منتخب مصر الوطني بيلعبوا بطولة 10 كمان اللي هي كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأفريقية. طيب كل سنة وأنت طيب يا مسمار. كل سنه وانت طيب عاشور، ودايما تظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. دكتور طارق، خلينا نروح لشكل المنافسه السنه دي، هيبقى عامل ازاي في دوري الابطال؟ الحقيقه البطوله السنه دي واحده من اقوى البطولات، لان في حاجتين. اول حاجه ان في السنوات اللي فاتت، يعني على وجه التحديد في السنتين اللي فاتوا، النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه وكان هو الاقدر للفوز باللقب، بس كانت في قوه كبيره من الانديه الكبيره بتطلع في السكه، فلدرجه مثلا ان احنا لما نقول في 2017 كان صعب ان الوداد انك تتخيل ان هو هيوصل لنهائي افريقيا او انه يفوز باللقب، هم نفسهم ما كانوش مصدقين نفسهم. الترجي بعد بدايه هزيله جدا في البطوله اللي فاتت، وكان حتى يعني ما حدش متوقع ان هو يكمل طريقه حتى للنهائي، نجح في الفوز باللقب، بس كان طبعا قوه كبيره جدا من القوى الكبيره في القاره خرجت من ادوار اولى. السنه دي تعتبر من اقوى البطولات، ليه؟ تقريبا ما فيش نادي من الانديه الكبيره باستثناء يمكن نقول مثلا نادي الزمالك اللي هو بيعتبره ان هو من اكثر الانديه فوزا بالالقاب مش موجود في دوري الابطال، هتلاقي موجود الترجي،
موجود نادي حوريه الغيني، موجود اورلاندو بايرتس الفايز باللقب مرتين، موجود الوداد المغربي باللقب 2016، موجود سان داونز الفايز باللقب مرتين، موجود اسك ابيجان اللي هو النادي العريق جدا اللي فاز باللقب برضو مره وفاز بابطال الكؤوس مره وفاز بالسوبر افريقيا، عنده 3 القاب افريقيه. موجود فيتا من الانديه اللي فازت بدوري الابطال على فكره، هي ما كان بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري سنه 73، وفاز برضو ووصل السنه اللي فاتت ديت لنهائي كاس الكونفدراليه. موجود مازيمبي تاني اكثر الانديه فوزا باللقب دوري الابطال ده، 5 القاب بالتساوي مع الزمالك. موجود الاسماعيلي افريقي، موجود الاسماعيلي اول انديه المصريه الفايزه بالالقاب. يعني اما نعد دول كده في مين بره دول، مين نادي يعني عملاق، يمكن ما نقدرش نقول ان في حد بره دول الا مثلا النجم الساحلي والرجاء اللي هم موجودين في الكونفدراليه اللي هم الناحيه الثانيه، عدا ذلك كل القوى الكبرى. فعشان كده المنافسه السنه دي من المتوقع من اول ما بقى دوري المجموعات في دور ال 16 من المتوقع ان تكون اقوى منافسه بدايه من دور الثمانيه هي السنه دي، وخصوصا اذا مشيت التوقعات زي ما احنا شايفين. الترجي كان في الشوط الاول متقدم النهارده، انتهت المباراه، فاز 1-0، فاز 1-0 ولا شغاله لسه يا شباب؟ اتهالي لسه شغال. لا لسه شغال، لسه فاضل ربع ساعه تقريبا. فهو متقدم 1-0 النهارده، فوز الترجي خلاص، الترجي في دور الثمانيه ضمن قبل اليوم الاخير. بلاتينام اورلاندو بلاتينام عمل مفاجاه كبيره جدا، وكان متقدم في الشوط الاول 2-0 على اورلاندو، رغم ان بلاتينام فقد كل الامال في الصعود. ما زالت النتيجه 2-0، لا زالت 2-0. يبقى كده بلاتينام اصلا فوزه مش هيقدم ولا يأخر، بره هو البطوله خالص، لكنه هيعطل طبعا جدا اورلاندو اللي كان عايز النهارده على ملعبه يكسب عشان يضرب حوريه ويبقى هو الثاني في المجموعه بعد المباراه القادمه. بالنسبه لهم صعبه، مباراه صعبه جدا، لان في الجوله الاخيره حوريه هيلعب اورلاندو، هتبقى مباراه حياه او موت، لان مباراه بين الاثنين اللي هينافسوا على الصعود من المركز الثاني مع الترجي. نخش بقى في المجموعه الثانيه. المجموعه الاسماعيلي طبعا اتعادل مع مازيمبي النهارده، يعني الاسماعيلي برضو دي المجموعه الثالثه، بس هنخش في الثانيه الاول. انا بقول لحضرتك المباراه اتلعبت النهارده تمام. الوداد وصن داونز متساويين في 7 نقاط، ولوبي ستارز واسك متساويين في 4 نقاط. سهل جدا ان اللي عندهم 4 لو كسبوا يبقوا 7، ممكن الفرق الاربعه نفاجئ بان الاربعه عندهم 7 نقاط. فدي من اصعب المجموعات واكثرها اللي يعني المجموعه الثانيه. بكره مع مباراه الاهلي وفيتا هيبقى اسك بيلعب الوداد، وتخيل انت مثلا اسك يكسب الوداد يبقى ده 7 وده 7، وهيلعب سان داونز مع لوبي ستارز. تخيل انت لو لوبي ستارز فاز على سان داونز، الاربع فرق بعد الجوله الخامسه هيبقوا 7 نقاط، ودي ما حصلتش في دوري الابطال ابدا. ايوه حصلت مره واحده في الكونفدراليه، لكن لم تحدث في تاريخ دوري الابطال ان يتساوى لغايه الجوله الخامسه. يعني بكره لو اسك كسب الوداد يبقى 7، يبقى 7، ولو لوبي ستارز كسب سان داونز يبقى 7، يبقى الاربع فرق بقوا 7. شوف صعوبه المجموعه ديت، مجموعه معقده جدا، غالبا هننتظر حتى الجوله الاخيره. دي المجموعه الثانيه 7-7 4-4. الاربعات دول بكره لو فازوا على السبعات هيبقوا 7، كلهم في 7، خلاص هيتساووا السبعات. نيجي بقى للمجموعه الاولى دي. دي المجموعه الثانيه. دي المجموعه الاولى. دي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه اللي قلنا بتاعه الترجي تمام. المجموعه الثالثه بتاعت الاسماعيلي اللي النهارده طبعا الاسماعيلي للاسف الشديد تعادل فيها مع مازيمبي، بقى عنده نقطتين بس وخلاص كده انتهت امال الاسماعيلي تماما. الاسماعيلي كان بيلعب على امل كده، يعني نقول عليه 2% 1% على انه كان يكسب النهارده مازيمبي. وخلينا نكون صراحه على الاسماعيلي، الحقيقه السنه دي يعني قد تكون بدايه جيده لعوده النادي الاسماعيلي لبطولات افريقيه، ولكنها ليست يعني ما كناش متوقعين ان الاسماعيلي ينافس السنه دي بسبب سوء نتائجه. لكن بس هقول لك على حاجه بصراحه، اللي زعلك ايه؟ ان الاسماعيلي كل مباراه لعبها سواء على ملعبه او خارج ملعبه كان بامكانه يخرج فيها فايز. مزبوط. يعني الاسماعيلي لما يلعب اول مباراه وكان مع انيامبا وبيلعبه على ملعب مازيمبي عفوا وكان بيلعبه على ملعبه وكسبان، يطرد حارس المرمى بعد الدقيقه 5 وضربه جزاء تضيع. لو جت ضربه الجزاء انت كنت تركب المباراه تماما. يطلع الاسماعيلي خسران في اخر دقائق 2-0. المباراه الثانيه الافريقي 2-0، المباراه الثانيه الافريقي كان الاسماعيلي هو المتقدم،
تيجي ضرب الجزاء ظلما وكلنا شفناها انها من بره المنطقه يجي بيردتين وتتسبب في ان الاسماعيلي يتاخر والجمهور يبوظ المباراه، وكان ممكن الاسماعيلي على فكره يرجع حتى في المباراه فيطلع الاسماعيلي خسران يستبعد ثم يعود للبطوله. يلاعب القسنطيني نادي الرياض القسنطيني وكان كسبان 1-0 لغايه الدقيقه 94 فاضل 3 ثواني يجي فيه جول، وهو فاضل 3 ثواني كان ممكن يرجع امله في البطوله. يجي في الجوله قدام القسنطيني نفسه متقدم 2-1 في ملعب الفريق القسنطيني، وكان 1-0 بقى 1-1 وبعدين 2-1 الاسماعيلي 2-2 في الدقايق الاخيره برضه كرات عرضيه كورنر. النهارده برضه الاسماعيلي عدل المباراه وكان بامكانه انه يطلع كسبان للاسف، يعني الخمس مباريات كان ممكن الاسماعيلي يطلع كسبان. مظبوط مظبوط، فده اللي يزعلك، مش مثلا الاسماعيلي كان ماتشاته كان وحش فيها، لا كل مباراه للاسماعيلي كان موجود هي سوء نتائج الحقيقه. طيب اذا دي المجموعات، مجموعه النادي الاهلي بقى، مجموعة النادي الأهلي وهي اتفضل مجموعة النادي الأهلي. النهاردة الأهلي بيلعب فيتا، الأهلي متصدر، كان بإمكان النادي الأهلي إنه يخلص المجموعة دي تماما في مباراة سيمبا اللي فاتت. الأهلي متصدر 7 نقاط، وراه سيمبا 6 نقاط، ثم شبيبة الثورة 5 نقاط، وفيتا كلوب 4 نقاط. شوف بقى المجموعة ديت الغريب إن كل الترشيحات من البداية كانت تصب في مصلحه الاهلي وفيتا، كله يقول لك الاهلي وفيتا. فالاهلي خسر من سيمبا المباراه اللي فاتت اللي كانت تحسم له تماما وكان ما ينتظرش اي حاجه بقى. وهنا عايز اقول لك على شيء، لان انا هقول لك على توقع كده هيحصل بعد سنين مش كتيره. ان احد مشاكلنا الا في قليل من الاحيان مشاكل الانديه المصريه هي ان دائما الانديه المصريه بتلعب باستراتيجيات خارج ملعبها غير خالص اللي بتلعب على ملعب. انت بتلاعب سيمبا وعلى ملعبك وكسبان 5-0 في شوط واحد، ولو كملت بنفس الريتم تجيب 8-9-10 انت عملت رقم التاريخ. الاهلي كان بيلعب في الشهر لو تفتكر فبراير ده كان محطوط له في الجدول 8 ماتشات، اضطر ان هو يهدي وينيم اللعبه خالص، كفايه الخمسه خلاص هو 3 نقاط بالظبط. اجي انا الاعب نفس الفرقه بعدها بايام نفس الفرقه وانا بره الملعب، ايه الفرق؟ ما بقاش فيه فروقات. بطولة أوروبا دوري أبطال أوروبا اللي بتتلعب دلوقتي ادتنا في يومين متتاليين مثالين لكيفية ريال مدريد وأياكس ومانشستر، ريال مدريد كسبان أياكس على ملعبه 2-1 يقوم راموس يقول لك أخد الإنذار الثاني، ياخد الإنذار الثاني قال يعني خلاص دي مباراة مضمونة، يخسر وعلى ملعبه 4-1 شيء غريب جدا. يجي بعدها بيوم مانشستر يونايتد كان خسران 0-2 على ملعبه، وعايز اقول لك مع الرأفه، يعني كان ممكن باريس سان جيرمان يفوز فوز تاريخي لانه ضيع فرص بالجمله بعد حتى الهدفين. يقوم يجي مانشستر يونايتد وعلى ملعبه يكسب 3-1، جول يجي في الدقيقه 94 في اخر ايه؟ اخر ثانيه. عارف الظاهره دي عملت ايه؟ يمكن الناس لسه مش عارفه، من السنه الجايه سيلغى قاعده الهدف خارج الديار بهدفين في بطوله اوروبا. في اوروبا لكن مش هنا. في بطوله اوروبا، بس انا بقول لك بقى كمان 2-3 كده احنا بنقلد اصل اوروبا على طول في كل حاجه بيعملوها، دوت 2-3 وبعدين تعملها ونقلد، فاحنا هنلغيها. بس هم لما لغوها بناء على ايه؟ ان وصل اللعيب نفسيا انه بيلعب جوه زي بره، حتى لو قلت له العب في الحمام هو نفس المستوى، بيلعب هنا بيلعب هنا، بيلعب على ملعب وحش بيلعب على ملعب كويس، بيلعب بره ملعبه بمسافات كبيره، بيلعب في نفس دولته، مفيش فوارق. فيقول لك انا ليه احط فوارق ان الجول بجولين او قاعده الهدف خارج الديار تحتسب؟ لا هلغيها. هنا في افريقيا انا معاك بعض الظروف مختلفه، يعني مثلا انا ممكن اكون بلعب في ملاعب مختلفه تماما كفايه الجو بس، مش هقول لك الجو برضو عشان انت يعني لا انا بقول لحضرتك كفايه الجو، لا ده عملي حضرتك تمام صدقني. في لعيبه في شمال، انا بتكلم على لعيبه مصريين يعني كنا مختلفة تماما طريقة لعبهم في القاهرة، ولو في درجة حرارة 150 في اي حتة ثانية. مظبوط انا معاك، بس في المقام الاول الفروقات فروقات ملاعب، لان انت ساعات بتلعب ملعب على ملعب غيط برسيم مش ملعب يعني فاهم فدي لكن عايز اقول لك ان معنى الغاء دي ان انت المفروض تلعب باستراتيجية انك تكسب. انا قلت ده بمناسبة ايه؟ ان الاهلي كان المفروض انه يخلص الليلة خالص في مباراة سيمبا، صح؟ الخساره هي اللي حطت النادي الاهلي كده، اللعيبه خلي بالك هي اللي قالت كده. يعني لما كنت بتكلم مع بعض اللاعبين قالوا لي كده، احنا كنا لازم نخلص في مباراه سيمبا وكنا خلصنا، لكن احنا حطينا نفسنا في الوضع ده وبالتالي
لازم نعدي الوضع ده بالظبط. هو بقى النادي الاهلي هيلعب خارج ملعبه على ملعب اسمه ملعب الشهداء الخاص بنادي فيتا. نادي فيتا على الملعب ده عامل انجازات كويسه جدا، خصوصا ان هو ما خسرش عليه على مدى 14 مباراه متتاليه في دوري الابطال، من خساره امام صن داونز الجنوب افريقي سنه 2017 في مايو بالظبط 2017 ما خسرش على ملعبه ده، لعب 14 مباراه فاز منهم ب 11 مباراه وتعادل 3 لكن لم يخسر على الملعب ده. ان شاء الله تكون خسارته امام النادي الاهلي ان شاء الله. لكن المباراه صعبه جدا، المباراه يعني دي تعتبر عارف في كل بطوله يقول لك المباراه المفتاح، المباراه مزبوط. اللي هي ايه ان كسبتها مفصليه، خلاص مفصليه كده زي ما انا سميتها فعلا بالظبط، وانا قايل البوست بتاعي ان انا جاي هنا في البرنامج ده. أي. فدي مباراه مفصليه هتحدد بشكل كبير جدا شكل النادي الاهلي ان هو يعدي وخلاص بقى هيبتدي يخش في النوك اوت ستيج بقى اللي هي خروج من دور الثمانيه. ان شاء الله بقى النادي الاهلي ان الاوان انه يفوز باللقب بعد خسارته للنهائي مرتين. لو الملعب امام حضراتكم برضو وانتم بتتفرجوا كده، دي كانت التمرين النهارده والملعب امام حضراتكم الدكتور طارق بيتكلم، اتفضل. فطبعا المباراه صعبه بالنسبه لفريق فيتا بيلعب بطريقه 4-3-3. على فكره انا تابعت كل مبارياته في البطوله ما عدا المباراتين بتوع الدور الاول ما شفتهمش، بس المباريات اللي هم الاربعه اللي لعبهم في المجموعات كلهم لا يغير طريقته عن 4-3-3. هل هو هيجي يغير طريقته في المباراه دي؟ وجهه نظري لا، طالما انت ثابت بره وجوه، يعني هو كان بيلعبنا هنا في المباراه اللي انتهت 2-0 4-3-3 بيعتمد في الناحيه الهجوميه على ثلاث لاعبين، جان مارك ماكوسو اللي هو يعتبر هدافهم في البطوله اللي جايب 5 اهداف وهو ثالث هداف البطوله دلوقتي، كان هو على فكره هداف البطوله انما تراجع دلوقتي للمركز الثالث بعد معتز المهدي اللي هو لاعب النصر حسين ضاي جايب 7 اهداف، وبعد كاجيري لاعب سيمبا جايب 6 اهداف، هو ماكوسو جايب 5 اهداف، احنا اكتر لاعب في النادي الاهلي اللي هو نيدفيد جايب 3 اهداف. نعم عندنا احنا يعني لاعيب النادي الاهلي ما تجاوزوش حاجز ال3 اهداف في بطوله السنه دي، ونيدفيد طبعا هو هداف الفريق رغم ان هو طبعا كان لعيب خارج الحسابات خالص، بس الحقيقه بيقدم موسم استثنائي جميل جدا، وبالذات لما لعب اما بيلعب في محور الارتكاز اللي انا في وجهه نظري ده افضل مركز ليه اكتر من الباك اليمين واكتر من المركز اللي كان ابتدى فيه في النادي الاهلي اللي هو الشادو سترايكر تحت راس الحرب سواء في العمق الهجومي او في الجنب اليمين اللي هو كان بيفضل يلعب فيه. تمام، فبنتكلم على 4-3-3 بوجود ماكوسو في الامام واللاعب كيسونجو، مش كاسونجو، كيسونجو اللي هو اللعيب رقم 27، وتوسيلا كاسيندا اللي هو الثلاث لعيبه دول كده مثلث هجومي راسه ماكوسو وقاعدته زي ما قلت كيسونجو وكيسينجدا، دول الثلاث لعيبه اللي بيلعبوا في الامام. نص الملعب ثلاث لعيبه مش بيلعبوا كلهم ارتكاز صريح، في لعيب منهم اللي هو موانجا اومبا ده هو اللي بيزيد شويه تحت الثلاثه، يعني ممكن الطريقه دي تتحول الى 4-2-3-1 بس في حاله ان هم بيبقوا ماسكين الكوره هو اللي بيزيد شويه مع الثلاثه اللي قدام بتبقى 4-2 زي النادي الاهلي ما بيلعب 4-2-3-1 اللي هي الطريقه الاغلب الظن النادي الاهلي بيلعب بيها. نعم اضعف الخطوط من وجهه نظري في فريق فيتا هو خط الظهر بالذات في الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي في الاختراق من الاجناب، لان الجنبين بتوعه اللي هم ارنست وتوبي دول جنبين ضعاف، انا من وجهه نظري ان سهل جدا ضعاف دفاعيا الحقيقه دفاعيا الناحيه الهجوميه تصد احسن عندهم احسن كتير. وخلي بالك ان 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 اي باك في العالم دلوقتي لو هو فاهم نفسه ان هو الناحيه الهجوميه عمال يلعب كرات عرضيه وضعيف في الناحيه الدفاعيه دي تأثر جدا على اسمه باك رايت ايوه بالظبط، يعني انت باك يعني اساسا وظيفتك الاولى ايه التوصيف الوظيفي باك تقفل الناحيه دي، عشان كده مثلا تلاقي لعيب زي عبد الله جمعه من وجهه نظري لاعب نادي الزمالك من افضل اللعيبه اللي في ناحيه الشمال في الناحيه الهجوميه تيجي في الناحيه الدفاعيه. بس خد بال حضرتك برضه محسن نفسه كتير قوي في الناحيه الدفاعيه لم يصل الى الكمال، لكن ما فيش حد بيصل للكمال، لكن انا اقصد ان هو في الناحيه الدفاعيه الحقيقه كان اقل وابتدى يعلى واحده ابتدى يعلى. تمام، بس بكلمك ايه ان واحد يعني يكون عنده الناحيه الهجوميه عاليه قوي والناحيه الدفاعيه اقل، يعني عندك علي معلول عنده ناحيه هجوميه اكتر من ناحيه دفاعيه بس الناحيه الدفاعيه موجوده بشكل كويس، يعني علي معلول عنده ناحيه دفاعيه بالنسبه للباكات الشمال كلها كويسه والناحيه الهجوميه سوبر، فده اللي بتكلم عليه الاطراف، اطرافهم كويسه هجوميا
وده يتطلب اننا نقفل الاجناب عليهم عشان ما يستغلوش الهجوم بتاعهم من الاجناب. مظبوط. ان بيبقى فيه دويتو في كل جبهه، اتنين في كل جبهه، وهم لعيبه كره كويسين بيلعبوا كره على الارض، ما بيعملش لونج باس، ما بيعملش لونج باس خالص، بس بيخترقوا من الاجناب كويس كمان لانه عندهم السرعات. فالنادي الاهلي انا من الحاجات الايجابيه ان النادي الاهلي لما بيلعب برضه بره ملعبه وبيضيق المساحات وبيلعب الدفاع الكومباكت بيخلي مساحات ضيقه شويه، النادي الاهلي بيبقى صعب اختراقه، وده اللي ظهر. لكن مع الوضع في الاعتبار ان النادي الاهلي لازم يلعب وينسى خالص، يغمي عينه كده على انه بيلعب ملعبه او بره ملعبه، اللي هي الظاهره اللي تاريخيه غريبه جدا. انما السنه دي النادي الاهلي ما فازش ولا مباراه بره ملعبه. النادي الاهلي ابتدى قدام جيمي ابا جيفار، لعب برضه بعد فوز 2-0 لعب مباراه دفاعيه بدون داعي، فرقه كان يكسبها هنا يجي 7-8، كان المفروض هناك يخلص برضه يكسبها، فخسر مباراته في شايفت الثوره تعادل النهارده، والنهارده الثالث مباراه. طبعا لازم النادي الاهلي باذن الله يعني ان هو يفوز خارج ملعبه عشان يامن تماما صعوده الى النهائي. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور طارق على كل هذه المعلومات القيمه الحقيقه، خلال 27 معلومه خدنا او 27 رقم قياسي اعتقد فدي حاجه جميله جدا، كلهم من نصيب النادي الاهلي ولا 25 بس من نصيب النادي الاهلي؟ لا 27 واثنين خارج النادي الاهلي، يعني هم 29 رقم المفروض يبقوا 27 للاهلي واثنين لانديه اخرى. تمام. اشكرك جدا يا دكتور طارق، ودايما بتمتعنا بارقامك القياسيه. الله يخليك. شكرا جزيلا دكتور طارق الادور. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل او تقرير، هنشوف تقرير عن شكل المنافسه في دوري ابطال افريقيا زي ما اتكلمنا عليه مع حضراتكم، وبعد هذا التقرير هنشوف بقى بكره عندنا طاقم تحكيم هقول لكم على اسمائهم وكل حاجه، وبعد هذا التقرير هيكون معانا النجم الكبير كابتن سمير عثمان، هتكلم معاه عن طاقم التحكيم كيف يدير طاقم التحكيم مثل هذه المباريات، الترتان هيفرق ولا مش هيفرق، الجو بيفرق ولا بيفرق ولا مش هيفرق، اسئله كثيره جدا عن طاقم التحكيم مع النجم الكبير كابتن سمير عثمان بعد هذا التقرير.